أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الأحد 29 سبتمبر سنة 24. فيديو اليوم للكبار جدا فقط. اللي خلاني أعمل الفيديو ده هو إنه البرلمان العراقي على وشك يعني يوثق قانون لزواج الأطفال الصغيرات أو القاصرات، فقررت أن أسمي هذا الفيديو فكاح الأطفال أو الصغيرات، وأنت تشيل بقى الحرف الفاء ده وتحط الحرف المناسب، عشان انا مش عايز يوتيوب تديني سترايك تاني، فانا حذر جدا، ولكن الكلمة واضحة: فكاح الصغيرات. فوانا ببحث في عن الموضوع ده جالي فيديو مخزي. هو واحد اسمه، مش متذكر اسمه بالظبط، عنده برنامج اسمه مكتبي، هحط لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف. اتفرجت عليه، يعني شيء مزعج جدا. رجل بيبيع بنته في سن العاشرة وبنت أخوه. الرجل ده اسمه أبو عصام، باع بنته وبنت أخوه كل واحدة منهم ب$100، باع بنتين ب$200. ده يقول لنا إيه؟ يقول لنا إنه الشخص اللي بيعمل ده بيعمل شيء زي كده يعني في حالة يضنى لها، يعني رجل مفيش شخص بكل سهولة وأريحية ممكن يعمل انه يبيع اطفاله مهما كان. يعني لو انا مثلا بنتي 10 سنين وتقول لي ابيعها لشخص مش ب$100، تريليون دولار، هقول لك لا لا، مش هبيع عيالي. فإنه شخص يبيع بنته وبنت أخوه بالمبلغ ده، أو أيا كان المبلغ، المبلغ مش هو المبدأ، يعني إنه يبيع أطفاله بنته وعارف إن اللي بيشتريها ده مثلا مش بيتبناها، ما عندوش أطفال وعايز يتبنى طفل. يعني أنا مثلا لو أخويا ما لا ينجب، هو طبعا مفيش تبني في مصر، ولكن خلينا نقول انا عايش في امريكا واخويا عايش في امريكا، لو اخويا لا ينجب ممكن، او العكس، ممكن هو يديني واحد من ابنائه يقول لي يعني صح في بلادنا مفيش تبني، بس ايه انت ما بتنجبش، خد الطفل ده ولد او بنت ويربيه على انه يبقى ابنك. وانا ممكن اعمل كده بكل اريحية، يعني لو اخويا او صديق عزيز جدا ومثلا ما بينجبش وزوجته ما فيش امل، مثلا سواء من هي صحتها مش ما تنجبش او هو صحته ما ينجبش، ممكن اني افكر اني اديهم طفل، مش هدية، ولكن أنا أثق فيهم إن هم هيربوه كما أنا هربيه، هيعتنوا بيه كما أنا أعتني بيه أو بيها. لكن أبيعه بمبلغ مهما كان هذا المبلغ، لا، عيب، غلط، غلط جدا. يعني دي صميم الأخلاقيات. فأنا عارف انه الراجل ده مثلا وصل الى الحاجة المريرة اكيد، لانه ما فيش شخص طبيعي هيعمل الشيء ده كده بكل اريحية.
فالراجل ده يعني إما يموت أو الضرورة دفعته إلى هذا. برغم بالنسبة لي أنا من الأفضل أنا وبنتي أموت من إني أبيعها، يعني أتني جعان، ما لو الحاجة للأكل مش للمخدرات أو شيء زي كده، أفضل إني أموت جوعا وهي تموت جوعا جنبي. ولكن للأسف الراجل ده باع بنته وبنت أخوه كل منهما ب100 دولار. الراجل ده بيعمل ليه كده؟ وأكيد إلى حد ما، إلى حد ما ضميره شوية في راحة، لأن عنده خلفية تقول إنه الفتاة ممكن تتزوج في سن التاسعة، والبرلمان العراقي الآن، وهو مادام بحاجة زي كده بتحصل في دولة إسلامية زي العراق، والبرلمان العراقي، وكأن العراق يعني ليس بها، يعني العراق الآن خاصة بعد حرب العراق، مش كده وبس، ده العراق من نهاية السبعينات، سبعينات القرن الماضي، وهي بتحارب إيران لفترة طويلة، وبعد كده حرب العراق الأولى وحرب العراق الثانية، وأصبحت دولة منهكة مجهدة. فاقتصاديا حالتها الاقتصادية في الحضيض. واحد. اتنين، حالتها السياسية والمادية والأخلاقية، يعني منهارة، دولة منهارة بكل معنى الكلمة، وخلاص مفيش في العراق شيء مهم جدا للبرلمان يناقشه، البرلمان العراقي يناقشه، من تعليم لسياسة لاقتصاد، إلا خفض سن زواج الفتاة إلى التاسعة. كل مشاكل العراق انتهت، حلوها إلا سن زواج الفتاة لازم ينخفض، لأنه معروف طبعا احنا عندنا في السيرة والأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا جدا 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 جدا، أنه أحط لكم الحديث في الديسكريبشن في صندوق الوصف، أنه تزوج أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في السادسة من العمر، وبنى بها وهي في التاسعة من العمر. لذلك هناك مبرر، فلماذا لا نتبع الشريعة، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي مش شريعة كويسة؟ طبعا كويسة، بتحافظ عشان البنت ما تحصلهاش عنوسة، لأن لو وصلت لسن 10 أو 11 وما حدش، تبقى عانس. وللأسف أثناء بحثي في الموضوع ده وجدت حاجات كتيرة جدا. في راجل باكستاني اشترى بنت أعتقد في حدود 7 سنين، دي كانت بالإنجليزي، ولو عايز تبحث ابحث هتلاقي بلاوي، مش حالة واحدة بس. اللي باع بنته هي 7 سنين، اللي باع بنته هي 10 سنين، اللي باع بنت عندها 14 سنة وهي في 14 من العمر، حامل ومطلقة، حامل ومطلقة 14 سنة، يعني دي ما زالت
طفلة تكون بتلعب مع صديقاتها لسه 14 سنة، دول عيالي بيلعبوا عرايس، بيلعبوا بالعرايس. فهنا لأن عندنا تشريع بيقول إن ممكن الرجل، المفروض ما استعملش الكلمة دي لأنه من وجهة نظري الشخصية مفيش رجل يعني يسمح لنفسه إن هو ياخد طفلة عندها 6 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة ويعمل فيها كده. ده مغتصب، ده الشخص اللي يعمل كده في طفلة ده مغتصب، غير كده ملهاش تعليل. ورجالات الدين عارفين ده كويس، عارفين ده كويس جدا، الكثير منهم. هو حاجة من اتنين، يا اما عارفين ده كويس جدا ولكن بيتغاضوا عنه لأنه المهنة مربحة. الضحك على الأبرياء والسذج مربح، رأس ماله ايه؟ ولا حاجة، حافظ له كام كلمتين ويطلع يقول لك قال مش عارف ايه، وعن فلان ابن علان ابن ايه قال وقال، وكلمتين حافظهم ومربحين، مربحين جدا، وعارف ان الكلام ده كله فاضي لكن بيتربح منه. واللي يلاقي حماره ما يركبوش يبقى غبي، فبيركب العالم السذج دي، او هو كمان عقله مختل وعايز يعمل الأشياء دي. فأنا وجدت ناس من أفغانستان، من العراق، من اليمن، من سوريا، وبعد موضوع حزب الله وضرب حسن نصر الله رضي الله عنه طبعا بعد أن مات، لبنان يبدو أنها تخطو في نفس الخطى، لأنه ما فيش دولة بينزل فيها هذا الفكر وتقف قائمتها ويكون لها وتتقدم، لازم تنهار. احنا عندنا لما يكون فيه على سبيل المثال في الدول الأوروبية وفي الأمريكتين، إنك تتزوج أكتر من زوجة ده مخالف للقانون والشرع، ولكن هل ده معناته إن مفيش ناس بيكون عندهم ما يسموه اكسترا ماريتال افير، يعني راجل يكون متزوج وعنده أسرة وبيته كل شيء ولكنه عنده بنت أو امرأة تانية كده على الجنب بيروح يشوفها مثلا مرة كل أسبوع أو شيء كده، يعني المهم يعني مش لازم يكون مرة كل أسبوع، مرة كل فترة ويروح ينبسط عندها ولكنه متزوج مع زوجته، لكن بيقيم علاقة يعني مع امرأة أخرى. وفي نساء بيعملوا نفس الشيء، ولكن باطنا، باطنا داخل قرارة نفسه، حتى لو هو سواء مسلم مسيحي يهودي، لا مسلم، لا عفوا، مسيحي يهودي بوذي لاديني هندوسي ايا كان، داخليا حاسس انه عارف انه هو بيعمل شيء غلط. ده باطنا، لانه عارف انه الزواج زوج وزوجة مش اكتر، فضميره بيأنبه. الرجل او المرأة التي تفعل هذا الشيء خفية، سواء رجل أو امرأة، مهما كان في حاجة اسمها ضمير في كل إنسان بتقول له ده غلط، لأنه النشأة في هذه المجتمعات والثقافات في هذه المجتمعات بتقول إنه الشيء ده غلط، فباطنا عارف إن هو بيعمل الشيء الغلط أو هي عارفة إنها بتعمل شيء غلط. ولكن خلي ندي مثل تاني، واحد بعد الشغل مثلا يروح يغير ملابسه وكده، وبعدين ايه ينزل يروح البار يشرب بيرة او واين، نبيذ، كوباية نبيذ،
ما بيحسش بأي وجع ضمير. ليه؟ لأنه في الثقافة اللي نشأ فيها الناس بتشرب باينت بير بتاع ده، يعني كوباية بيرة أو كوباية نبيذ، مش مشكلة، فما بيحسش بأي وجع في ضميره. ناخد ده بقى للفكر البائس اللي يخلي رجل يعني يشتري طفلتين، كل واحدة منهم 10 سنين، ولاد عم، ياخد البنتين ب$100 ويجبرهم على ان هما يعني يخضعوا له. طفلة في السن ده تستحمل الشيء ده ازاي؟ ولكن ضميره صافي، لا يشعر بأي ذنب او تأنيب ضمير، مفيش. ليه؟ لأنه الثقافة بتاعته قالت له اللسطة بتاعك الكبير صلى الله عليه وسلم عمل كده في عائشة وهي في التاسعة، فليه تحس بوجع في ضميرك أو في داخلك؟ لا، غلط. انكح، تزوجت، انكح بقى. ولذلك نجد ان البرلمان العراقي، وده اكيد لو القانون ده مر وعلى وشك انه يعني يثبتوه في العراق، لو ثبت في العراق العدوى ستنتشر، سوريا ومصر وبقى خد عنك شمال افريقيا، ما هو كلهم عندهم سيطرة العصابات دي، مسيطرة على العقول. والمرضى، مرضى العقول، هيفرح بنت عندها 9 سنين بقى، ودي دي تبقى عمالة بتصرخ، انبسط انا بصراخها ده، دي مش بت ما هو يعني الرجل والمرأة أثناء العلاقة الجنسية فيه نشوة، ففي بيصدروا أصوات، لكن مش طفلة عندها 9 سنين أو 10 سنين بتصرخ من الوجع. ده صوت عن صوت يفرق كتير. فأنا بتوع البرلمان العراقي دول يعني خلاص حليتوا كل مشاكل العراق، هي دي الشيء الوحيد اللي عايزين تحلوه، أم إنكم بتمهدوا لقاذورات، تقننوا لمجيء قاذورات مستخدمين بعض التعاليم الفاسدة؟ ها؟ يعني مش عارف اوصلها لكم ازاي. انتم مش قادرين تشوفوا ان دي قاذورات؟ قادرين، قادرين، ولكن لو تعترف بان هي قاذورات هتقول لك ما تعملش كده مع طفل، وانت عايز تسمع الصراخ ده، يعني ناس مرضى. دلوقتي اسرائيل خلصت على حسن نصر الله، حتى دي انتم مش قادرين تشوفوها. يعني انا بحاول اشوف الاخبار لما الكلام ده حصل، شيء مخزي، شيء ناس عايشين في غيبوبة، يعني عايشين في عالم موازي للعالم اللي الناس كلها عايشة فيه. الدول دي كلها في الحضيض، وإسرائيل تعمل حملة البيجر دي اللي هي يعني ضربوا كل الصفوف الأولى في حزب الله ودمروا حوالي 90% من حماس، ودول يطلع لك يقول لك إيه الجهاد يا شباب ونحن مش عارف إيه والأمة يعني انت يعني جهاد ايوز، يعني انا اقول لكم ايه؟ بس المهم انتوا يعني اللي انا عايز اقوله، انتوا عايشين في ممر تاني البشرية بعيدة عنه، ف
فالدمار والهزيمة والخزي راكبكم، بتعملوا من الخزي ده نصر. يعني أنا أتذكر دي كانت مصيبة كارثة بالنسبة لي، لأنه اتعلمت حرب مصر مع إسرائيل. مصر كسبت وانتصرنا ومش عارف ايه والكلام ده، لأنه حتى هذا الوقت كان الإعلام المصري في مصر مضلل وما زال يعني، ولكن الرسالة اللي تجيلك من الإعلام، كنت يعني عيل ما أعرفش حاجة، إنه إحنا انتصرنا. وطبعا بقارنوها بهزيمة 1967، فمجرد إنك تعبر قناة السويس وتتقدم عدة أقدام، بضعة أقدام، أنت انتصرتها، تعتبر خطوة كبيرة صراحة، إنك أخذت الخطوة دي، وتقدر بعد كده تناقش سلميا إنك توصل، إنك تاخد كل سيناء، وده اللي حصل. فده يعتبر نصر إلى حد ما، ولكن كنصر عسكري إنك أنت فعلا حررت سيناء بالقوة العسكرية كما أخذت منك بالقوة العسكرية، لا، اتهزمت. لأن إسرائيل اللي يقرأ عن الموضوع ده، وإن هي اخترقت بين الجيشين، وعدت مرة تانية، عدت قناة السويس إلى الجانب الغربي، لا، ما كانش يعتبر نصر، ولكن فتحت باب السلام، يعني خلت مصر إن هي تقدر تساوم. أما نصر ما كانش نصر. نفس الشيء الناس دي، بس أنا تركت مصر من فترة طويلة وعايش في أمريكا، وبحاول أشوف الأمور دلوقتي بشكل يعني إيه، أتفحصه. لكن الناس اللي هي عايشة في غيبوبة ده، يعني أنت نصر إيه ونصر الله إيه وحماس إيه وحزب الله إيه، يعني أنتوا في التراب، أنتم عفوا في التراب، اصحوا فوق وما تسمعوش كلام الجعجعة بتاعت الميديا، بتاع الإعلام العربي، ما تسمعوش الكلام الفاضي ده، ما تسمعوش للقادة اللي بيدوكوا كلام فاضي، ما تسمعوش لرجالات الدين اللي بيشوف إنه الطفلة الصغيرة اللي عندها 9 سنين لما تصرخ وواحد بيغتصبها، ده شيء جميل جدا. حاول يعني إنسانيتك فين؟ نشكركم ونحب نسمع منكم.